كويس وبتابعها. يعني مشاركتك مع نجوم مصر في مصر صدر في المسلسل ده معناه ان خلاف مع بعض ولا؟ لا خالص، ليه خليتوها خلاف؟ مفيش اي خلاف ما بيننا. يعني كان في دور معروض على حضرتك؟ لا لا خالص، هم لا هم ده مسلسلهم وهم ما فيش حاجه اتعرضت عليها من عندهم، وانا بعمل مسلسل هنا تاني مع مسلسل نيلي وشريان يعني، لكن مفيش اي خلاف ليه؟ طيب بالنسبه لمسرح مصر حضرتك ان شاء الله في الموسم الجاي باذن الله في العيد ان شاء الله كلنا موجودين. الاعمال السينمائيه بنحضر لكذا فيلم وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. حاجه في العيد الصغير؟ لا ما فيش، عامل ضيف شرف بس في الفيلم بتاع معتز التوني جحيم في الهند. لا بقى وانا هحكي، انا ضيف شرف حتى مش دول. عيد على الناس. طب يا مصطفى عيد على الناس. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اتفرجوا علينا في نيلي وشريان باذن الله. شكرا شكرا.